على صنتك حبيبي على صنتك حبيبي راك عزيز على سلامتك اخويا هيا مرحبا ان شاء الله شكرا كامل على اختك علينا راك عزيز راك عزيز يا يوسف. السلام عليكم داخل الوطن وخارج الوطن من طنجة حتى للقويرة. تنشكر المتبعين ديوسف، تنشكر القناة اللي تبعوا يوسف، تنشكر الصحافة، تنشكر القضايين النزيهين، تنشكر الوكلان، تنشكر السلطات، تنشكر الصحافة اللي تبعوا ووقفوا، وتنشكر سيدنا أكثر شكر والله ينصروا ويزيد في أيامه اللي عطي القضايين النزيهين تبعوا المسطرة ديال يوسف الزروالي على الحق والقانون حتى شافوه ورقة بيضاء. فاش كتحسي اليوم؟ اليوم واحد الفرحة ما تصورش، بكيت و واش الخروج ديال اليوم ديوسف نساك في كاع داكشي اللي صافي هاد النهار عاد خلقيت كنت والدة شي 9 البنات وجاني ولد اليوم. اليوم عاد سبوع اليوم عاد فرحت به واليوم عاد كلشي فرحان، كلشي فرحان خارج المغرب وداخل المغرب. الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم، الله يعمر ربي يوقف معاكم. وتنشكر سيدنا الله ينصره ويزيد في ايامه، وتنشكر القضايين النازين، وتنشكر النوري الاستاذ، تنشكر منير، تنشكر حاليم القنيطري، وتنشكر المتبعين القنوات اللي سهروا وبكاو وتسبوا علينا. وولدي عارفه وطني وملكي وتحب الوطن وتحب الملك وتحب الشعب، وانا راضيه عليه وسخطه عليه ولا دار شي حاجه ماشي هي هذيك. وانا والده ماشي ليا بوحدي، والده للشعب، والده للوطن، والده للدوله كل الاسلاميه. وشكرا لكم وشكرا اللي مشى واللي جا واللي واللي سهر واللي. والسلام عليكم. لا حنا راه في دوله الحق والقانون، الا شكوا فيا حتى دابا وبغاوني يمشي حقو معايا يدوني مرحبا. انا تنامن بالمؤسسه اللي دايره سيدنا الله ينصره. حنا ماشي في غابه، الغابه هي اللي كاينه في هذيك الجهه البوليزاريو الفاشلين اللي عندهم تيقتلوا الناس وتيغتصبوا الاطفال ودايرين اطفال. اما حنا دولة الحق والقانون والله ينصر سيدنا والله يخلي عليه. انتظرونا فنحن قادمون الى القرقانات. وداخل السجن ها هو الشعار ديالي، داخل عاش الوطن وعاش الملك. خوتي عطاو جاكيت. والغرفه ديالي كانت كامله مملوءه بالصور ديال سيدنا، كاين شي واحد يعيدهم لي لان عارف الملك عندي في الدم. تيجي بجاكيت والله. حنا مازال معكم ومرحبا بكم، تغداو معنا كاملين، حتى واحد ما يمشي بلا غدا. الدار الزروالي بحال الزاويه. وتنشكر رجال الامن الوطني، وتنشكر الداخليه السلفتي اللي تنبغي بزاف سي كابوشي، تنشكر اداره السجون اللي تعاملوا معايا احسن معامله. سيد المدير، من سيد المدير حتى لتحت كلهم الله يعمر دار. والله يطلق صراحة اصدقاء ديالي اللي خليتهم. شكرا. هذا النهار ما قدتني فرحه، ما قدتني فرحه. هذا النهار العيد سيدنا، الله ينصر سيدنا. شكرا لكم بزاف. شفتي اليوم فاش شفتي خوك؟ ايوا حسيت بواحد الفرحه ما نقولكش. صافي عاد خلقنا حنا ويوسف خويا توام هاد النهار عند الناس كلهم محبين ديوسف الزروالي. وشكرا لكم كاملين، كنشكر القضاه والمحكمه الابتدائيه د مكناس اللي فيها كاملين. وشكرا لكم كاملين، الله ينصر سيدنا. وشكرا للاسره العلويه بزاف. دوزنا معاناه صعيبه بالنسبه للوالده اكثر والواليد، لاخت والديهم هذوك. حنا واخا هذا واني حتى حنا دوزنا معاناه، واني ماشي بحال الوالدين تيكونوا تيبقاو فينا الوالدين. وهاد الناس اللي تيجيو يديروا شكايات كيديه وكذا، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن قال لك ما بعد الشده غير الفراز. ايوا الحمد لله، هو خرج راجل والحبس تيمشي له غير رجال، وما زادوا غير قوه في قوه. لكن ما قلت قبيله قلت لك الانسان هو اللي يكون راجل، في ما مشى الانسان يعيش. الحمد لله هو القضاء، واخا يوم ينبحوا واخا يوم يقولوا الزروالي نصاب الزروالي دا، شكون اللي تينصف في القضاء؟ هذا هو المحكمه يا السيده المحكمه الابتدائيه تنشكروها. يعني القضاء هو اللي تيبقى لهم الكلمه في الاخر، اما نصفوه حيدوا له البراءه، عنده البراءه من النصب والاحتيال. والحمد لله هذا هو اللي كنا بغينا، ما كناش واحد الحاجه ما دايرات واحد السيد ويتبطل بها. انا تنحيي القضاء المغربي وتحياتي ليه.
تنحس بواحد الفرحه كبيره لقاش خرج على السيد عند مو عند با وخرج هذا عاد جمع الشمل واحد الفرحه كبيره وعزيز عليا اخي يوسف الزراوي توحشته بزاف هادشي علاش اهم نقطه هي اليوم يعني ولو الفرحه ديال الحكم نوعا ما فرحه نقدر اعتبرها بينه هي الفرحه ولاني الفرحه ديال اليوم كانت اكثر واكثر واكثر بحال حسيت بحال الام تعتنق الابن ديالها يعني اكثر من يوسف اكثر من اخ اكثر من صديق فالفرحه بانك احتضنته من جديد وركب معك حتى الاول وكذا شي حاجه كبيره بزاف نعم اذا من الاول حتى الاخر شنو هما المعاناه اللي داز منهم نبيل المعاناه تهون بعد الفرحه ديال اليوم ما بقيتش نحس بحتى شي حاجه يعني المهم هو النتيجه عندما يعني تحقق النتيجه وبان تلقى بانك هناك ناس انصار والناس بان تحبوك والناس كذا والاخ منير معاك ومجموعه والاخت احلام الاخ مراد اذا القضيه الحمد لله القضيه ديال يوسف كسبتني اصدقاء القضيه ديال يوسف يعني كسبتني واحد العلاقات جديده صداقات يعني لا تقدر بثمن هذه هي بالضبط هذا هو الانتصار اللي عندي انا طبعا اذا الحمد لله القضيه الحكم الابتدائي كان لصالح يوسف الان واش استئناف جلسه ديال الاستئناف ندوزوا الفرحه ديالنا ونهيئوا الظروف النفسيه عاوتاني من جديد لنواكب القضيه ديال الاستئناف من جديد باذن الله وتتمنوا بان يكون كذلك النصر باذن الله وكلنا ثقه في قضائنا وكلنا ثقه كذلك في محكمه الاستئناف في مكناس ان شاء الله غادي يكون واش تحطوا شي شكايه جداد من بعد داك الشيء طبيعه الحال ولكن هادشي تبقى نخليه الله يخليك سري حتى نطويو مع الميف ديال يوسف وديك الساعه بحول الله سمعنا ان هناك محامي تا واحد الشكايه كاين هناك شكايات ولكن الاخت احلام نحاولوا بكذا نتحفظوا فيها باش ما نخسرش علينا الفرحه هذه طبعا فرحه هذا دارت الحب انا فرحان هذا النهار اكثر فرحه اكثر فرحه رانا فرحت من دخل يوسف والحمد لله والعلاه حتى علينا القضاء والله يجعل البركه في وكيل الملك وفي الحكومه الشريفه وسيدنا الله ينصرو الله ينصر سيدنا ويشافي لنا ويخلي لنا والله يرحم محمد الخميس اللي جاب لنا الحريه والاستقلال والله يرحم الحسن الثاني ويحيى سيدي محمد السادس عاش الملك عاش الملك
باباك باباك هادشي اللي عطا الله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كلشي بامر الله سبحانه وتعالى.